إلى متى رح يستمر وإحنا مقبلين أيضا على فترة أنا ما عندي عداوية. هو شنو مشكلته لك؟ هاي ثاني مرة أسألك هذا السؤال. مشكلته ويا أنا 6 ساعات من 2009 من 2013 كان مرشح مع الحزب الشيوعي. نعم. يعني مع احتراماتي للحزب وطبعا خذوا مقعدين خذوا. اي انا كعضو مجلس محافظة يعني كان من الارقام الاولى اللي يعني خذتها تقدم طلب لرئيس المجلس انه البلقى عملوية مو من اهل المثنى. طبعا رجال معروف دكتور غازي خطيب رئيس جامعة المثنى ابوه الى تاريخ في المحافظة واهله وناسه سكن بغداد 4 سنوات 5 سنوات بعد يرشح خذ أعلى الأصوات في المحافظة 8400 صوت والثاني أيضا الدكتور علي يعني بالقائمة هو بالقائمة أي قائمة يدخل لها باسة إذا ما فاز يشتكى عليهم فاشتكى على الدكتور غازي ردت المحكمة إحنا يريد قرار من مجلس محافظة إحنا ما نقدر نعطي قرار من مجلس محافظة نمشي وفق القانون. هاي واحد. اثنين أنا كثير يعني في أيام مجلس محافظة كنت أرد على باسم خزعان وبالدليل قاطع وأنا موجود عندي الأوراق اللي قلت أنا مشتكي في 2016 على أخوه اللي يستلم رواتب في ألمانيا وقود واتصالات وحتى الحمايات موجودة وأموال يستلم وفي القانون يقول من يغيب 4 جلسات في متتالية باجتماعات في مجلس محافظة بدون عذر أو مشروع أو إجازة مرضية يفصل. هذا بقى يستمر. أكو واحد يقول لا احنا ما نستلمهن ونطيهن الفقراء. أخي انت جاي تستلمهن من عد المحافظة. وطبعا الدعوة أني قيمتها موجودة الآن في هيئة النزاهة. اثنين يعني في أيام مظاهرات 2015 صوت مجلس محافظة من يطلع للمظاهرات كلفوا أحمد منفي أن يطلع يستلم طلبات المتظاهرين. اتفاجئت بعد ساعة اتفاجئت أنه لازم كل واحد لازم حجارة ما أدري إيش باسم وربع باسم وقمت دعوة على باسم أذكرها جيدة قمت دعوة وانحال وطلع بالعفو جايين على طلع بالعفو مو حتى هو شنو هذا هو رجل سبحان الله خلنا وصف واضح فاقد شيء لا يعطي. احنا مو تتعال انت تصير قوة تصير عضو مجلس محافظة هذا مو هالطريقة. اليوم العملية دي ديمقراطية والحرية دي موجودة عندنا منو اللي يفوزون كل ما يعني كل كتلة سياسية يعني على ساتليجو القانون السابق ما انت ما يقارب يعني 50 واحد مرشحين 2 فازوا يعني الا انت تفوز ما يصير هذا حكي قانون هذا مو صحيح. ايضا رشح مع سارون وبس تتوقع حيحصل شيء بالمحافظه بهذه الانتخابات؟ راح يحصل شيء بالمحافظه بهذه الانتخابات؟ لا طبعا الناس المحافظه انتبهوا انه عنده اغراض يعني خاصه هو طبعا اكو افتراء اكو كذب يعني يفتري على الناس اكو شكاوى عليه كثيره هو ما عنده عداء ويا احمد منفي هو يعني عنده فت عقليه او منظومه تسقيط كل مفاصل الدوله ومو بس على احمد منفي على قاده سياسيين. زين انت رحت للبرلمان خذت قرار من المحكمه التحاديه ادخل بكل ادب ها والتقي مع رئيس مجلس النواب واجي بطريقه صحيحه واليوم انت تابع الى كتله سارون. ما تابع لكتله سارون هو رشح وياهم اي بس اليوم ما تابع لهم. لا 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 كان من ضمن القوى يعني الاستقامه خلينا نقول استقامه هم مرشحين كيان صدري. زين انت خذت قرار محكمه التعدي بعدين صار طعن لانه القاضي اللي طيب انا ما اريد استغرق بملف باسم يعني باسم انا لكن انا حقيقه ما اريد ارد عليه.